عندي متجر أدفع عنه إيجارا شهريا، فهل عند إخراج زكاة مالي سنويا تدخل قيمة الأصول الثابتة أم البضاعة والأموال النقدية فقط؟ الأصول الثابتة اللي هي المتجر والمكاييل والموازين وأدوات العرض هذه ليس فيها زكاة، هذه ما هي بالتجارة، هذه للقنية. التجارة تجب في النقود وتجب في البضائع المعروضة للبيع، هذه اللي تجب فيها الزكاة. أما مقتنيات المحل، الآلات التي تستخدمها المحل، هذه ليس فيها زكاة. نعم.